تقود لاجئة سورية حاليا 30 من اللاجئات السوريات في لبنان يعملن في مشروع للحياكة والتطريز، وأطلقت أول خط إنتاج لتصميم وصنع ملابس تقليدية من التراث السوري تحت اسم رحل. لنتابع معا. رحل أول خط إنتاج لتصميم وصنع ملابس تقليدية من التراث السوري تعمل فيه 30 من اللاجئات السوريات، واللاتي تقودهن اللاجئة وفيقة دروس التي أصبحت مسؤولة عن مشروع ماستر بيس للحياكة والتطريز بعد سنوات من نضالها لإيجاد فرصة عمل في لبنان. وتقول وفيقة، وهي أم لطفلين وتعرف بأم فوزي، إن دخول عالم تصميم الأزياء في لبنان لم يكن سهلا بالنسبة لها ولمثيلاتها، لأن النظرة الغالبة للاجئات السوريات هي أنهن مجرد عاملات وحسب، لكن حياتها انقلبت رأسا على عقب بعد انضمامها إلى مشروع ماستر بيس منذ 10 أشهر، حيث تولت تدريب 60 امرأة على الحياكة والتطريز لمدة 4 أشهر. أنا هذا المشروع كتير حبيته، لأنه حسيت بعزة نفس، حسيت بالكرامة، حسيت أنه نحن إلنا قيمة. صحيح نحن ما معنا مصاري، بس نحن من جهدنا بنعمل شيء، لو من شيء صغير عم نعمل شيء كتير كبير، وهذا كتير كان له أثر. الكل اللي عم يشتغلوا معنا بماستر بيست كانوا متعاونين. وجاءت تسمية رحل من الرحلة الشاقة التي قطعها اللاجئون على الطريق، أحياناً سيراً على الأقدام من قراهم في سوريا وحتى سهل البقاع في شمال لبنان، وهو ما يشرحه مصمم الأزياء حازم قيس. رحل هي المرأة اللي نقلت من سوريا على لبنان سيراً على الأقدام، لأنه أغلب النساء هيك صار فيهم، وعبر هيدي الممرات مثلاً أو الضياع اللي مرقت فيها بسوريا صرنا ناخد أنه هيدي مرقت بهيدي الطريق، طب هيدي القطعة بنسميها مثلاً رقة أو حلب أو قصير. ويوضح قيس أن مشروع التطريز يهدف لتطوير الأفراد وتأمين فرص العمل للاجئين بطريقة تعبر عن هوياتهم في عملهم. وبدأ المشروع تحت مظلة منظمة سوى اللبنانية غير الحكومية للتنمية والإغاثة، ويتم تمويله من مجلس اللاجئين الإستوني لمدة عام، ويأمل منظمه أن يستطيع تمويل نفسه ذاتيا بعده. وتعرض منتجات خط ملابس رحل في محلات بالعاصمة اللبنانية بيروت، ويمكن شراؤها على الإنترنت.